هاي بنات، شلونكم؟ طبعا حطيت لكم رابط تحملوا الابليكيشن، ابليكيشن ريفا. جايبت لكم كود خصم، كود الخصم شغال لاخر السنه، راح يخصم لكم 10%. بس اليوم تاريخ 30/6، يعني عندكم من الحين لاخر اليوم، لنهايه اليوم بالليل، راح يخصم لكم 15%. ريفا احبه لان اول شيء عندهم ملابس حق المتحجبات واللي مو متحجبات، عندهم ملابس حق دوامات، بما ان اتوقع ان وايد راح يداومون الفتره الجايه، فراح ادش الابلكيشن واوريكم اكثر الاشياء اللي احس ان انا احبها بالابلكيشن، واحب الستايلات اللي عندهم. اول شيء راح تشوفون وايد اقسام عندهم، في ملابس جديدة حق العيد، في ملابس حق البنات حق كل الأعمار، وفي سيل 40%، وفي قسم حق السمر. شوفوا، حط في اكسسوارات عندهم، جناط، شوزات، معطرات حق البيت، في اكسسوارز، وايد براندات حلوة راح تحصلون. خندش على قسم العيد. قاعدة أطالع قسم ملابس العيد، وايد أشياء عجبتني، وايد حبيت هذا اللوك، وايد قوي، يعني البنطلون مسوي شي عجيب. إذا نزلت اللوك كامل على السليبر، أو تقدرون تلبسون معاه كعب وجنطة، في نفانيف عجبتني، هذا اللوك وايد قوي، وايد حبيته. شوفوا، وهم إذا نزلتوا تحت يحطون لكم تقدرون تلبسونه أو تاخذونه مع شنو، جناط، سليبرز، حاط لكم طبعا في قسم السيل مثل ما قلت لكم، في ملابس صيفية هني تتسوقون حق أي مناسبة عندكم. هني الملابس الصيفية والنفانيف، ملابس حق البيت، في ملابس رياضية، ملابس رسمية، وفي ملابس حق المحجبات. وايد عندهم اشياء حلوه الصدق، يعني انا من زمان مو داش على الابلكيشن، واحس انه ودي اتسوق في وايد اشياء عجبتني. النفنوف الاصفر اللي قبل شوي نزلته وايد قوي. خلينا نشوف الملابس، هذه الملابس حلوه حق الدوامات. باخذ كم قطعه واوريكم طريقه الكود، ومثل ما قلت لكم لاخر اليوم 30/6 راح يخصم 15، ومن باتشر راح يخصم لكم 10%. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.